خاين الحيرك يا ودرناها بالعاني كاميرا المنجل معاك جورج تكاكي وسوس فيك وطايح لك لبناني علقتيكي بايح البلاد يا وغير قصرة وقصتو صار عبد اللي لامصا ضحكة من القلب بالخ وخبر في الفن دمار يا وبالعاني توسوسو في راسو مخو تخلطو في روحو نفسو تخلطو المنجل والحيراك السلام عليكم مشاهدينا، صح فطوركم. في هذا العدد من الكاميرا الخفية المنجل جبنا لكم الفنان الجزائري فؤاد ومان. خليكم معنا نروح نشوف ردة فعل فؤاد ومان إذا يهبلوا جورج ونوليو. نشرة الأخبار الثقافية تأتيكم عبر قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم. في نشرة اليوم سنسلط الضوء على واقع الفن والسياسة وما مدى مشاركة الفنان عموما في الحراك الشعبي. أسعد اليوم باستضافة فنانين لهما صدى على الصعيد الفني والثقافي. إذا نبدأ بمن نبدأ؟ نبدأ بالأستاذ جورج أنطوان صافي، عميد الفن اللبناني، إعلامي ومحلل سياسي، أهلا بك. شرفت أني معكم اليوم، شكرا لتقلة الحياة لأن سمحت لي أن يكون معكم اليوم، وإن شاء الله نكون على حسن ظنكم يا رب. أسعد كذلك باستضافة الفنان الغني عن التعريف في الساحة الفنية والثقافية فؤاد دوامان، أهلا بك. أهلا بك، شكرا لكم على هذه الدعوة، وخلال نكون في مستوى فكرتكم اللي حابين تعالجوها في الحلقة هذه. كالعادة بدأت سارة تقدم في النشرة وفؤاد ما فاق بوهله. إذا أستاذ جورج، لو تحدثنا قليلا عن الفن اللبناني. يعني الفن اللبناني مخرج نحكي على كل العالم تعرف الفن اللبناني، لأن لبنان بتعرف فن سويسرا الشرق. يعني ثقافة لبنان خاصة بالمستوى الفني بالعالي، يعني لما نتذكر بالثمانينات لما عملنا موسم العز مع الإخوان الرحباني طلعنا صبوحة، طلعنا وردة، طلعنا وديع الصافي اللي هو جدي، طلعنا كتير اسماء كبيرة. يعني لما نحكي على الفن بنقول لبنان. سيد فؤاد كيف؟ والله يعني ما كان حتى واحد يقدر ينفي دور لبنان في أو تاريخ لبنان الفني في تاريخ الثقافة والفن العربي. ولبنان يعني لما نقول لبنان نقول فيروز، نقول وديع الصافي، نقول نصر شمس الدين، نقول فيلمون، نقول ملحم بركات، نقول الرحب الأخوان العديد الرحب من الأسماء. يعني العديد من الأسماء الكبيرة اللي تركت بصمتها، يعني يعني حتى لو تشوف على على الساحة الفنية العربية، يعني لو تشوف يعني كل أجيال بهالعائلات صارت توارث هالشغلة. يعني ما وقفت عن مثلا عن جدي وديع، ما وقفت عن جدي وديع، يعني مع بي مع عمي هلا أنا، وفي أجيال إن شاء الله، يعني كل حدا لا 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 يعني في نفس الوقت. يعني لا أحد يستطيع أن ينكر أنه مصر تعتبر هي الرائدة الأولى في تاريخ الغناء العربي، وأغلب بس لبنان عملوا كثير أشياء، يعني من لبنان طلعوا كثير أسماء، حتى من الجزائر هون، يعني من الجزائر عندكم هون أغلب الأسماء هلأ اللي بالساحة الفنية طلعت من برامج لبنانية، كانوا هون بالجزائر يمكن ما لقوا فرصة ليبينوا، بس بلبنان بينوا عملوا اسم كبير. طيب أستاذ جورج، يعني تلقب بعميد الفن اللبناني، لو تحدثنا عن هذا اللقب. يعني أنا بالفن صح بحب الفن وأنا من عائلة فنية، بس لولا إصرار بي على هالشغلة ما كنت خذيت هاللقب، لأنه جدي وديع الصافي أول حدا بلبنان أخذ اسم العمادة، كان صوت وعود بيعمل لك حفل ويرحم بابي، رغم أنه إحنا بالأسرة بعد جدي أخذوها شي 4-3 أسماء. يعني هو اسم عن وراثة، يمكن تقلي عن وراثة، يعني لازم تبين جدارتك بالعائلة لا تأخذ هالاسم. أنا حبيت يعني تفضل. نعم تدخل برك، عندي رأي في قضية عمادة الفن. اسمح لي يعني حتى ولو ممكن أنا أكبر منك سن، أكبر منك سن، لكن تركت لي العميد الفنانين اللبنانيين،
يعني العمادة لازم لها أولا الخبرة أكيد نعم والمستوى الفني خاصة للعطاء مستوى معين يعني أعطيتها يعني والتقدم نوعا ما في السن يعني لا ممكن 40-50 سنة نقدر نسموك عميد هلأ صاير 5 سنوات عميد أوكي أنا من لما بكون صغير تقصد عميد وش معناها عميد شوف شوف إحنا العمادة هي تغير الوقت أوكي إحنا في مقولة بتقول الأمر يعني شغل نظام ملكي هذا يورث هذا يورث لا 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 شو يعني قال لك عن في مقولة تقول رفقا بأبنائكم لأنه خلقوا لزمان غير زمانهم أوكي يمكن بزمان يعني أنا أوكي. متابع جيد للحركة الفنية سواء في لبنان أو في العالم العربي عمري ما شفتك يعني في عمري ما شفتك يعني في يمكن انت انا ولا في اي لا بي كان هون ولو تعرف استاذ زيتوت بيعرفني شخصيا ويعرف اني فنان لبناني ويعرف بي يعني كان الحقيقة كان يزورنا حتى عندنا لبيتنا نعرف مقوله أوكي. ليس الفتى من يقول كان ابيه ليس الفتى من يقول كان ابيه في الجزائر عري على زنودك و لا لا شوف 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 اذا تمشي باسم والدك وجدك هذه انا بينت حالي استاذ فؤاد ومان يعني بصفتك الله يبارك غني عن التعريف كغني عن التعريف في الصحة الفنية الجزائرية والثقافية كذلك شهدنا في سنة 2019 العديد من الأحداث منها الحراك الشعبي يعني أستاذ السؤال الأول الموجه لك هل شاركت في هذا الحراك؟ ممكن أعطاك كلمة أنت هل قلت لي معرفتك أنا واحد ما بعرفك مين أنت؟ مين أنت؟ وي 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 بون كيستيون هذه أنت شو تعمل؟ فنان أنت فنان شو فنان بشو فنك شو فنك؟ أنا 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 بشتغل رقصها صح لك الرقص فن والله الرقص فن والله الرقص فن فمنذ بداية الحراك أنا نسكن في مدينة بومرداس تقريبا 9 جمعات في كل جمعة كانت عندي أغنية تعبر عن ما حدث في تلك الجمعة في ذلك الأسبوع كانت الأغنية تكتب وتلحن وتسجل يعني تواكب الوقت اللي انت فيه مناش في ظروف انه مثلا نعملوا لها صور يعني بطريقه بروفيشنال يعني يعني لازم تكون مع الاحاديث باش نوصل يعني الصور يعني هنا وصلت رساله فنيه انت كفنان وصلت الصوت وحده ما يقدرش يكون في اليوتيوب ولا في الفيسبوك كمان في ناس لازم تكون انت في الحراك مواطن وفنان وفنان لما تكون انت كنت كمواطن نعم وكنت مطالبك من مطالب الشعب طبعا وبالفن انت عملت ألبومات هل ألبومات يعني كانت ببلاش هيك قدمتهم لوطنك ولا يعني بتباعت هالألبومات وأبدت حقهم يعني هون استرزقت بعد لكن مر الرسالة من لا 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 شوفي فرق بين أنك في فرق أنك تمر رسالة هيك خاصة أنه قال كل جمعة كان مع مواكبة الأحداث يعني كل أنا أنا من لبنان من لبنان بدون أنا من أجر هذا دورك كمواطن أنا من لبنان أنا من لبنان وكنت يبني وقت الفرق بين لبنان والجزائر نحن في الجزائر لما يتعلق الأمر بالوطن فكل شيء هو فكل شيء هو فكل شيء هو نحن نقدم أرواحنا في سبيل الوطن ولا ولا انت نطلب أموالا في هذا الأمر نعم يعني المهم الرسالة اللي تمررها لا بس هو سؤال هلا هل لك أنا عملت الألبومات وبعتهن وبعتهن الشعب اللي قدم 1.5 مليون شهيد فهمت في سبيل تحرير الوطن لا يمكن أن يتاجر بحراكه من أجل قدموا وانتم تأخذوا الاسم كنت بشوف أن الحراك الجزائري هيدا سلمي وهيدا حراك راقي وهيدا 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 بس ما كان بهالقدر من السلمية ما كان بهالقدر يعني من ما بعرف أستاذ جورج الجزائر كانت الحراك الجزائري كان بسلمية تامة وكان العالم كله يشهد على سلمية الحراك الجزائري بس أنا حضرت جمعة من الجمعات كانوا غير وزير الثقافة تبعكم أنا كنت بسمع أنه الحراك الجزائري هيدا حراك راقي وهيدا حراك سلمي وكان بدي يكون واحد منهم اوكي اجيت هون حضرت الحراك كان مهزلي ما كان حراك لا من فضلك ما كان حراك لا. يعني لا. ضرب شتم سب هيدون كانوا لا. ناس بلطجيه هيك مثل ناس مصريين في وسط الحراك فهمت ايه. شوف حراكنا كان مثال لكل العالم لا مو كل العالم مثال يحتذى به في زفت كل العالم احنا كمان فهمت. كنا ولولا حراك الجزائر ما قام حراك لبنان وحراك احنا بلشنا الحراك تبعنا بكتمان اوكي من الاول بس بشهرين عملنا شو ما عملتوا انتم بسنه
شهرين اخذنا مطالبنا وغيرنا كثير اشياء. ممكن شهرين بس في شهرين. لا بشهرين عملنا كل شيء. لما يكون الفساد بالمجتمع ما فيك تغير الدولة. اوكي يعني ما تقصد انه المجتمع مش متربي ولا كذا. لما يكون الفساد بالمجتمع ما فيك تغير الدولة. انا ما فيني انا ما فيني. انت تهين الجزائر. لا ما بهين الجزائر. الجزائر على راسي. الجزائر على راسي. الجزائر على راسي. يعني 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 صندوق بالك يا جورج. فؤاد بدا يتقلق. صندوق بندورة تخرب كل البندورة. ما حبيتش نتكلم على حراك لبنان اللي شفناه في الفيسبوك وفي الصور وفي الحراك اللبناني. كان حراك فني في ظل انا عايز جملة مفيدة. كارثة بتاع كورونا هذه عملت لحد الان ست اغاني. أغاني متبرع بها. لا تبين حالك فيهم. لا مش لا تبين حالك فيهم. بالعكس لأني لا. أنت هلأ منك معروف. كنت حاب. كيف منه معروف؟ بيدوري. ما منه معروف. أنت معروف بالوطن العربي. منه معروف بالوطن العربي حتى. أنا أخذت شوف غنيت في أغلب الدول العربية. مثلا. أخذت مثلاً. جائزة في مهرجان القاهرة الدولي للأغنية. أوكي. الدولي. أوكي. دولي. نعم. دولي. نعم. مشاركة 38 دولة عالمية. ما بعرفك انت تسيء لوديع الصافي في الحقيقة. لا بالعكس يعني. بالعكس والله بتشرف الله يرحمه بالجزائر. الله يرحمه جدي. انا شفت الله يرحمه جدي. انا شفته قدامي. الله يرحمه جدي. سيد فؤاد ومان يعني أتلقيت العديد أو من طرف جملة من الفنانين يعني رسلوني وقالوا أنه سيد فؤاد ومان تحصل من خلال هذا الحراك على منزل وعلى سيارة. كيف؟ على منزل وعلى سيارة. يعني راح استرزق ولا حعمل من فنان كبير هيك اعمل واسطه ليكون عميل معي. اوكي رجاء انا خلي نجاوبهم بعد نجاوبك انت دوك نلتبيك دوك نلتبيك. سيارتي هاي حابسه لبرا. روحي شوفيها سنه 2013. دار لحد الان انا مأجر دار يعني كراي لحد الان. يعني تقدروا تبعثوا معايا ناس يروحوا يشوفوا وش قالوا كامل يعني ما كاش منه. لا شوفي هذه تفاهات هذه أمور تافهة هذه يقولوا وش يحبوا يعني كل واحد حر في 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 في, في تخميمه في فهمتي. ناس يحكوا كما يحبوا. أنا الواقع تاعي هذا هو السيارة تأكدوا منها روحوا لبرا تأكدوا منها. البيت كما قلت لك لحد الآن كراي. أنا ما استفدت والو من الوطن. بالعكس أنا أعطيت لوطني وما زلت إلى حد الآن ومستعد إلى أن أموت. مستعد إلى أن أموت. العالم العربي ما بعرف لكن الجمهور الجزائري يعرف حتى قدم العديد من لا حتى أنا ما نعرف هيدا نقطة من بين 100 واحد. أنا جورج أنطوان صافي. لما تقول صافي خلاص كل العالم بيعرف. أنا صافي دخان. رجاء كين رجاء أن أستاذ أين بيحذر من سبع حكي منك معروف. والله في الحقيقة يعني أنا مهمني لا يشرفني أن تعرفني أنت. أنا اللي ما بيشرفني أعرفك. يعني من فضلك خلينا من الاحترام. والله لا أنا اللي ما بيشرفني أعرفك. أنت جاي وعامر روحك منفذ الفن في الجزائر. شوفنا يا راجل يا راجل. أدي لي شغلة. احترم نفسك والتزم حدودك. أدي لي شغلة من عندك تستاهل أن أقول عنا فن. شو عندك؟ أنا وش عندي؟ أنا وش عندي؟ أحكي لي شغلة عنا فن عندك. لا ما نعرفش أنا الفن أنا ما خلاص مانيش سامع قاع بهاد الحكاية. مانيش سامع قاع والله ما على بالي. أنت أنا الفنان لما بقول لهم ديري فنان وعرضوني باش أنا الفنان نقول لهم مشروعي في رمضان كيفاش رايح نبيع برنامجي تاع سردين في رمضان. أنا خطير ما شاء الله. الله يوفقك على رزقك. تاكل سردين تاكل سردين. شو؟ تحب سردين؟ شو؟ حوت. فهمت. حوت سردين. ما فهمت. كنت محاصر بصراحة يعني شو عملت؟ لأشياء سكت علي الحية هذا سكت علي الحية هذا. من فضلك أستاذ مزيش قطع من فضلك. لا يعني لازم إحنا بنناقش هلأ. إحنا بنناقش هلأ. سألتني وراني جاوب. إحنا بنناقش يعني أنا مثلا هلأ أنا محل سياسة مشان هيك أنا سألتك. أوكي سألتني وراني نجاوب فيها يعني كي نكمل هي أسألي أنت. لا بدي يكون مناقش حوار هيك مفتوح. يا نجم يا كبير يا نجم يا كبير فانية يا نجم يا كبير فانية. هيدا فنان هيدا مهزلة هيدا فنان
من فضلك. هيدا فنان. انا ما هيدا فنان. انا ما هيدا فنان. ايه ما زال. ايه معلش سؤال سيدي. ايه ما بعرف. هني روحك. لا تلمسني. لا تلمسني. والله العظيم ضربك شوف الريفر ميك سمبوسه. خفت والله. سيد جورج. هيدا الفنان تبعكم. الفنان تبعكم بيعمل هيك. من فضلك. الفنان تبعكم. الفنان تبعكم بيعمل هيك. من فضلك. الفنان تبعكم يعمل هيك. الفنان تبعكم يعمل هيك. الفنان الجزائري. الفنان الجزائري. فهمت غير فنان. خليني شوف الفنان. الفنان الجزائري في درجة ما فهمت. إيه شو بده يعمل؟ ينسى إنه فنان. عن جد؟ فهمت. ينسى إنه فنان. يولي وحش. يولي وحش. خوفت. خوفتني. شو؟ خوفت. هني روحك. لا تعمل هالحركة. لا تعمل معي هالحركة. لا تعمل معي هالحركة. لا تعمل معي هالحركة. هيدا الفن تبعكم. وهي فؤاد. ما تضربوش. ياك نعرفوك عاقل وقلبك كبير. من فضلك. هيدا الفن تبعكم. لا ما بستصغر الجزائر على راسي والمواطن الجزائري على راسي، بس جيبي لي فن لاحكي عنه. فنان. ما شفته. فينه؟ مو شايفه. من فضلك. فنان بيعمل هيك حركات. هلا مش وقت كان بيحكي على الاخلاق والارزاق ويا ربي ويا بيتي يا بيوتاتي يا مستل عيوباتي. انت بتحلم. انت هلا عاملها بايدك. مو هلا صايرين ناس اغبياء وعاملين منهم مشاهير وحاطينهم باسم الفن. هيدول بيتاجروا باسم الفن. الفنان الجزائري ليس بغبي. مشاهير. في ناس اغبياء عاملين منهم مشاهير. سيد جورج من فضلك. لا لا من عيب. فضلك من عيب. فضلك. عيب. لا عيب. احترم نفسك. اخرج. اخرج. لا ما فيك تطلع. انزع ايدك. اخرج. سيد فؤاد. انزع ايدك. اخرج. سيد فؤاد معلش معلش خلي الى زدت كلمه. اكفي في ماكش في بلادك. انا في بلدي هون الجزائر. بلا فم. شو ما بدي. اخرج. اخرج. انزع ايدك. اخرج قلت. انزع ايدك. اخرج. انزع ايدك. هيدا الفنان تبعكم. سيد وامان. هيدا الفنان. اخرج. نزع ايدك. سيد وامان شاركت معنا في الكاميرا الخفية. ايه يا فؤاد طيحناك في الفخ وحكمناك بالمنجل. لا ما فيك تطلع. كما شفنا مشاهدينا كان معنا الفنان الجزائري القدير والمعروف على الساحة الفنية الأستاذ فؤاد وامان. وش قلنا؟ الحمد لله كي اعترفت بأني قدير. والله أول حاجة أني نعتذر بالإخوة اللبنانيين إذا ممكن أني تشوف لها بسبب هالكارثة. لا نحن عرب وكأخوة. والله شوف القضية ما فيها أنه أي مواطن في أي مكان عربي لما تسيء إلى بلده إلى تاريخ بلده طبعا راح ينتفض هذه رد فعل طبيعي يعني. هذا الغرض من كرة خفية المنزل. شوف يعطيكم الصحة على الفخارة. ما يعني ما حسيتش ولو للحظة أني فمشكورين على الفكرة هذه. فكرة جيدة يعني مختلفة عن ما تعودين عليه. قدم كلمة بصدق رمضان. مشاهدينا صوموا بصحة ولنا إن شاء الله رمضان مبارك وشكرا لقناة الحياة. وأنا بدوري مشاهدينا الأكارم أقول لكم تلاقوا إن شاء الله العدد المقبل مع ضحية أخرى في حصتكم دائما المنجل. انتظرونا.